العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. ما هو القرين؟ وهل يرافق الميت حتى في قبره؟ القرين هو شيطان مسلط على الإنسان بإذن الله عز وجل، يأمره بالفحشاء وينهاه عن المعروف، كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولكن إذا من الله على العبد بقلب سليم صادق متجه الله عز وجل مريد للآخرة مؤذن لها على الدنيا، فإن الله تعالى يعينه على هذا القرين حتى يعجز عن إغوائه. ولذلك ينبغي الإنسان كلما نزغه من الشيطان نزغ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر الله، قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والمراد بنزغ الشيطان أن يأمرك بترك الطاعة أو يأمرك بفعل المعصية، فإذا أحسست من نفسك أن الميل إلى ترك الطاعة فهذا من الشيطان، أو الميل إلى فعل المعصية فهذا من الشيطان، فبادر بالاستعاذة بالله منه يعذك الله عز وجل. وأما كونه أي هذا القرين يمتد إلى أن يكون مع الإنسان في قبره فلا، فالظاهر والله أعلم أنه بموت الإنسان يفارقه، لأن مهمته التي كان مسخرا لها قد انتهت، إذ أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.